بص بقى يا بطل، انا عايز الاكل ده كله يتاكل. حاضر يا جد. حبيب جد انت. هي مامي جت، مامي جت، تاكل معايا بقى يا مامي؟ ميرسي يا حبيبي، اكلت بره. ليه يا بنتي؟ ما تيجي ناكل لقمه كلنا سوا. خلاص، هي الحياه متعتها بقت في اللقمه السوا دي. اه لا، واضح ان انت كلت بره فعلا. وبعدين ايه اللي انت حاطه للولد ده؟ بتاكله ترشي؟ بيحب امنعه عنه؟ اه طبعا يتمنع منه. انا قلت 100 مره، ابني انا بس المسؤول عن اكله، مش حد تاني. لما تفضي انت باكليه. انما ازاي سيدة المجتمع قاعده ليه النهار في النادي؟ هتجيب وقت لابنها وبيتها منين؟ بيت؟ هو انت بتسمي ده بيت؟ ده الواحد بيبقى قرفان وهو داخل الشارع من اوله. روح يا حبيبي شوف البيوت اللي بجد، شوف الفيلل والشقق، ناس عايشه بحق وحقيقي، مش مدفونين بالحياه. بص يا فريال، انا كان ممكن اعيش في انضف بيت في مصر، بس لما يكون معايا واحده تستاهل تعيش فيه. يا ولاد عيب، مش كده؟ لا كده. ما تروح لحبيبي تجيب اللي تستاهل تعيش معاك انت وابوك. ابوك؟ عسلت ابوه كمان؟ مش انت اللي مخليه عايش معاك هنا في القرف ده؟ الله يسامحك يا بنتي. يلا يا سليم يا ابني، يلا نخش جوه، يلا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أنا أبويا ما تقولوش كده، وما ينفعش تكلميه كده أصلا. سيب شعري. الكلام يتسمع. لو قلع الجزمة وادالك بيها توطي على رجله وبسهاله. والآخر مرة بقولها لك، صوتك معلش في البيت ده، أقسم بالله لو حصل تاني هتشوفي مني معاملة ما شفتهاش في حياتك. هحبسك الفاضي وأحط لك أكلك زي الكلاب بره في طبق. لما أنت راجل قوي كده وبتضربني، ما تخلي عندك دم وتطلقني. لما أنا أطلقك فعلا، بس بعد ما تعلمي الأدب، عشان ياخدك بعدها يعرف إن أنا ربيت صح. دي المرة الوحيدة اللي صوتهم عيلي فيها، أنا كنت في أوضتي وسمعتهم. لا حضرتك تقصد دي المرة اللي أنت حضرتها، أكيد كان في غيرها كتير. والله العظيم جمال ابني ما هواش بلطجي، ولا هو من النوع اللي بيمد إيده على الستات عمال على بطال. هي اللي ما كانتش راضية باشتها، مش عشان اتاخد ظلم المرة دي هتلزقوا فيه كل العبر. حرام يا ابني، حرام. صباح الخير. ده رقم المحضر، ودي شهادات بتقول ان اسمه مش موجود في اي مستشفى. بس ده التواريخ من اسبوعين فاتوا. وانا حضرتهم على حسب الميعاد اللي كان المفروض اقابل حضرتك فيه، بس للاسف بقى حضرتك كنت مشغول. انا طبعا بتاسف لك جدا، بس يعني كان عندي ظروف اضطرتني ان احنا ناجل الميعاد. خير ان شاء الله.